الكبير الجزء الثاني تشاهدونه في الأوقات التالية. Hello, hi baby. ربنا مدينا شويه عافيه يا ولد. انا عايز اسمع بقى تربيت ترباب. انا مش فاضي اقعد في الاسم. الحين ده في الفيلم ده طلع برجلك في الجبس وفتحته. الفيلم ده لو كان في الدرج كنت يا تعبت يا هجر. خراب كترة الناس. حتى العيش صعب. سعاد حسن مين هيعوز يموتها؟ أما تشوف جت في الشرطة قالت قاعد بتمثل بقى. أنا رحت منصور وزي المكس. أنا لسه بأحمد رضا. تشاهدونه في الأوقات التالية. الكل بيحب لانش الحلواني لأنه الوحيد من لحم صافي. لانش الحلواني زيه مفيش. اندومي في أي وقت والكل الناس. مجموعة شركات مارسيليا نشيد لنبني حياة. علشان أولويز تخلي كل أيامك أحلى بتوفر لك أحسن حماية في 3 مقاسات. كاست نزلنا أسعار كل مجموعتنا ل10 جنيه بس. شيبسي بيفكرك اضحك لها تضحك لك. فايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة. أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. فايلو عد جميل. علبة جنة سهلة الفتح دلوقتي ب22.5 جنيه. يا مصري حزب الحرية والعدالة نحمل الخير لمصر. بعد عام من الثورة أهل النوبة ما زالوا يصرخون نريد حلا. 3 رؤساء وزارات بعد الثورة عقدوا الاجتماعات وأطلقوا التصريحات والوعود ولم يحدث شيء حتى الآن، وبقيت النوبة تنتظر الحل. أهلنا في النوبة زهقوا من المماطلة والتسويف وعايزين يرجعوا أراضيهم، وتحولت قضيتهم إلى قضية أمن قومي بعد التهديدات والتحليلات الغربية اللي بتتكلم عن فصل النوبة ضمن مؤامرة لتقسيم مصر. النهاردة احنا بنحاول نعرف حقيقة ما يجري في النوبة وايه اللي بيحصل مع ممثلي النوبة في الغرف المغلقة واسباب عناد الدولة ورفضها اعطائهم اراضيهم. معنا النهاردة دكتور عمر صابر عبد الجليل نائب مجلس الشعب عن النوبة. اهلا بك دكتور. والدكتور محمد بحر الاستاذ بكلية الهندسة جامعة الازهر وصاحب مشروع إعادة تعمير النوبة. أهلا بيك. والمخرج السينمائي النوبي وصديقي العزيز أحمد عواد أهلا بيك. أهلا بيك دكتور صابر. إيه مشكلة أهل النوبة مع حكومات ما قبل الثورة وما بعدها؟ والله المشكلة دي يعني هي مشكلة لها أكثر من قرن من الزمان، من سنة 1899 لما بدأ التفكير في عمل خزان أسوان الذي أنشئ سنة 1902، ثم جاءت التعلية الأولى سنة 1912، ثم التعلية الثانية 32، ثم بناء السد العالي 64. هجرات متوالية ومآسي متوالية يعني مر بها أهل النوبة، وفي العقود السابقة كلها يعني استشعرنا يعني ظلما بينا وواضحا. صحيح ممكن يقال إن مصر كلها كانت في ظلم، لا، ولكن أهل النوبة كانوا في ظلم واضح. وكما قلت في تحت قبة البرلمان بعد ثورة 25 يناير نرى شمعة مضيئة في النفق المظلم. وأرجو أن تضاء يعني شمعات وشمعات. فالحقيقة يعني مرت التجربة معنا مع وزارة الدكتور عصام شرف في 11/9/2011، واجتمع مع وفد نوبي يعني كلفوا أبنائنا في كل النوبة داخل مصر وخارجها الاجتماع بالدكتور عصام، وكان في الاجتماع ده 11 وزيرا. عرضنا تاريخ النوبة وتاريخ المشكلة النوبية، فأصدر هذا المجلس بيانا بعد هذا الاجتماع
حدد فيه خطوات محددة، منها إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب السد وبلاد النوبة القديمة، وإعادة توطين النوبيين إلى أماكنهم على ضفاف بحيرة ناصر. كما يعني كانت من التوصيات المهمة في البيان مراعاة حقوق النوبيين منكوبي خزان أسوان وغير ذلك من الأشياء، لكن هذان الشيئان هما أهم ما كان في البيان. منذ حوالي أسبوع التقينا مع الدكتور كمال الجنزوري بوجود بعض الوزراء النقل والزراعة والري والإسكان وبعض المسؤولين، وقدمنا مسودة لإنشاء هذه الهيئة، أضفنا فيها بعض الأشياء بعض البنود، ونحن الآن في انتظار يعني ما سيسفر عنه مجلس الوزراء في كتابة هذه البنود مجتمعة لإنشاء هذه الهيئة العليا. أنا أريد أن أؤكد هنا على أمور مهمة جدا. تفضل. وأؤكد على أن النوبيين مصريون بالتأكيد، وبل أرى أننا بقايا المصريين القدماء. لماذا؟ لأن النوبيين في هذا المكان لهم حوالي 7000 سنة، لم يبارحوا هذا المكان إلا بعد بناء خزان أسوان، ثم التعلية الأولى والثانية، ثم بناء السد العالي. وبالتالي أنا أستنكر من هذا المقام كما استنكرت في تحت القبة الدعاوى الكثيرة جدا التي نسمعها من أعلام داخلي وخارجي، دعوة تقول بتقسيم مصر إلى كذا وكذا ومنها النوبة. فأقول اتركوا النوبيين في حالهم، نحن حينما قدمنا تضحياتنا الجسام هذه لم نشير إلى ذلك من قليل أو من قريب أو من بعيد. أريد أن أؤكد على أننا كما قلت منذ قليل ضحينا تضحيات جسام من أجل مصر كلها. نحن الآن في هذه الكهرباء نتيجة لبناء السد العالي الذي بني على يعني مآسي كثيرة جدا للنوبيين. وأؤكد أيضا على أننا إذا نظرنا إلى المستقبل لمصر ننظر إلى مستقبل مشرق من الجنوب. التنمية الشاملة في هذه المنطقة ستسهم مساهمة فعالة في حل مشاكل كثيرة جدا لمصر.